طالبت حركته 25 فبراير بالكشف عن ملابسات حادث إطلاق النار على الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز، وذلك في وقفة نظمها مناضلون من الحركة رفعوا خلالها لافتات تحمل إشارات استفهام تعبر عن الغموض الذي يلف حادث تعرض الرئيس لإطلاق النار. وأوضح المتظاهرون أن الهدف من الوقفة هو الاستفسار عن حقيقة وضع الرئيس الصحي والمطالبة بالكشف عن تفاصيل الحادث ومن يقف وراءه، إضافة للسؤال عن من يحكم موريتانيا اليوم ومن يتولى تسيير أمورها في ظل غياب الرئيس. أسئلة كثيرة رأينا أن نختصرها بإشارة استفهام، لأن لا نستطيع حصر هذه الأسئلة. كان نشاط رمزي يدور يثير للتساؤل، ما الذي حدث يوم 13 أكتوبر؟ ماذا يحدث الآن ومن يحكم فعلا؟ لماذا غاب المدنيون؟ لماذا كان العسكريون هم أصحاب القرار يوم 13 أكتوبر؟